عددهم 64 ألفا، هم أفراد عائلات الإرهابيين الذين قدموا من 57 دولة للقتال في سوريا، 80% منهم نساء وأطفال، ترفض دولهم ومعظمها دول غربية استعادتهم خلافا لما تنص عليه شرائع حقوق الإنسان التي تحتم على الدول تحمل مسؤولية مواطنيها الموجودين خارج أراضيها تماما كما هي حال المواطنين الآخرين وبغض النظر عن أي اعتبار. النتيجة عشرات الآلاف من الأطفال والنساء يعيشون محتجزين في ظروف قاسية جدا في مخيمات تسيطر عليها ميليشيات قسد في الشمال السوري. لقد أدين آلاف الأطفال بتهم تصنفهم راشدين بسبب انتمائهم إلى عائلات ولدوا فيها. نرى دولا انتهجت خطا تعسفيا تجاههم تقول إنهم ليسوا أطفالا فعليين لأنهم ولدوا في عائلات مماثلة، وهذا الأمر واضح لدى الحكومات الغربية. الدول الغربية تقدم حججا مختلفة لعدم استعادة مواطنيها، من بينها أن هؤلاء يجب أن يبقوا على مقربة من المكان الذي ارتكبت فيه الجرائم من أجل حصولهم على محاكمة عادلة. إن احتجاز عشرات الآلاف بانتظار محاكمتهم أمر غير واقعي ويرمي إلى إبقاء هؤلاء الأشخاص بعيدا عن أوطانهم. أما القول إنهم يمثلون خطرا على المجتمعات فدعني أقول إن المخاطر الطويلة الأمد هي بترك هؤلاء الأطفال هناك. من أصل أكثر من 250 طفلا فرنسيا ولدوا من زيجات إرهابيي داعش في سوريا، وافق وافقت فرنسا على استعادة 35 طفلا فقط، وهؤلاء إما أنهم أيتام أو أن أمهاتهم وافقن على شرط التخلي عنهم والبقاء في المخيم السوري. دول حقوق الإنسان الغربية ترفض استعادة أبناء إرهابيها الذين حاربوا في سوريا، أصدرت على هؤلاء الأطفال حكمها المبرم بأنهم إرهابيون منذ الولادة ويمثلون خطرا لاحقا على المجتمعات الغربية. موسى عاصي، جنيف، الميادين.